السلام اخوان، مرحبا بكم في بث مباشر جديد على قناتكم كرة ستايل لايف. اخوان مرحبا بكم في هذا البث. اليوم ان شاء الله غنهضروا على المقابلة اللي غتكون بعد لحظات قليلة من الان. حنا غنعطيو عليها تحليل وتلخيص كاع تقريبا على هذه المقابلة هذه اللي غتجمع ما بين فريق شبيبة القبائل وفريق بسكرة. بسكرة فريق لي فريق قوي ويقدر يتفوق على فريق شبيبة القبائل، ولكن فريق شبيبة القبائل كما كتعرفوا المقابله الفريق اللي كان لعب امام فريق وفاق سطيف، الفريق اللي كان ربح ثلاث المقابلات متابعين تمكن يفوز عليه، والان عنده مقابله امام بسكرة في الميدان ديالو. غادي نشوفوا واش بسكرة يقدر يفوز على فريق شبيبة القبائل اليوم ولا لا. نشوفوا واش كاين المباراه غتكون كبيره ولا لا، ولكن كيبقى التوقع ديالي انايا على هذه المقابله هذه. التوقع ديالي هو شبيبة القبائل هو اللي غادي يفوز بهذه المقابله هذه. كذلك غنتمنوا يكون حضور جماهيري في هذه المقابله، لا من ناحيه الجماهير ديال شبيبة القبائل ولا جماهير بسكرة، باش نشاهدوا مباراه كبيره في اجواء رمضانيه. وعلى ما اعتقد قال هذه اخر مباراه في رمضان في الدوري الجزائري. نتمنوا ان شاء الله السنه الجايه عاوتاني ان شاء الله يكونوا مباريات في رمضان ونحضروا اليوم ونديروا لكم عاوتاني البث المباشر. اذا اخوان ما تنساوش تكتبوا نتوما في التعاليق شكون هو الفريق اللي كتشجعوا، واش فريق بسكرة ولا فريق شبيبة القبائل. والان المباراه بقى لا والو تبدا. نعطيكم موعد ديال المقابله ديال الاخوان، وفي الاخر نقول التوقع ديالي لهذه المقابله ونديروا النهايه ديال البث كما العاده الاخوان. اذا المباراه غتنطلق على الاخوان على الساعه 10 بتوقيت الجزائر والساعة 9 بتوقيت المغرب. اما بخصوص القنوات الناقله لهذه المباراه هذه، كاين قناه الشبابيه السادسه والويب تي في على ما اظن. المباراه قلت لكم الاخوان غتنقلوا على التلفاز الجزائري. الا كانت منقوله على التلفاز الجزائري راه غنكتبها لكم في الاخير ديال اللايف، غنكتب لكم في التعاليق غنقول لكم سميت الاذاعه اللي ناقلاها. لحد الساعه باقي كيقولوا الاذاعه بجوج، ولكن باش نعرفوا غنقولوا لكم. وكذلك كاينه مباراه اخرى ديال مولوديه الجزائر اللي في نفس الوقت هي غتلعب، فريق مولوديه الجزائر اللي غادي يستضيف فريق اولمبي شلف على ما اظن، ولا ماشي اولمبي شلف، نسيت على الفريق ديال اللي مستضيف والصوف وقال الصوف. نتمنوا اولمبي الصوفي مولوديه الصوفي الى تلعب مع فريق مولوديه الجزائر. نتمنوا نشوفوا اهداف في هذه المقابلات هذو بجوج. كذلك كاين مباراه اخرى ثالثه، كاينين ثلاثه المقابلات في نفس الوقت. اذا نتوما اخوان ما تنساوش تكتبوا في التعليق التوقع ديالكم، التوقع ديالي شبيبة القبائل الى تفوز بالمقابله هذه. ونتلاقاو مورا البث المباشر ان شاء الله، مورا المباراه نهضروا عاوتاني على